بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أغوث رحمة العالمين. معك مع كنز جديد من كنوز السنة، الفضل العظيم للصيام في شهر الله المحرم. الأشهر الحرم لها فضل عظيم في الشريعة الإسلامية، والأدلة كثيرة من القرآن والسنة. والصيام خاصة في شهر الله المحرم له فضل عظيم جدا. سأقول لحضراتكم بعض الأحاديث العظيمة في فضل الصيام في شهر الله المحرم. هل حضراتكم الأدلة التي تقوي هذه الأحاديث، فمن أراد أن يأخذ بها ويحصل الثواب العظيم فله ذلك، وإن لم يرد فلا بأس فهو حر. أولا، ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الأشهر الحرم في سورة التوبة وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ف ربنا سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، يبقى سمى الأربعة الحكم دول لهم خصوصية في الأربع، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معنى هذا إن السيئة كما قال العلماء تتضاعف أضعافا كثيرة في أشهر الحرم، وكاين أيضا الحسنة تتضاعف أضعافا كثيرة. طبعا في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال: صلاة المؤمن في جوف الليل، وأفضل الصيام شهر الله الذي تدعونه شهر الله المحرم. فأفضل الصيام بعد شهر رمضان في الثواب العظيم شهر الله المحرم. ثالثا، ربنا سبحانه وتعالى أضاف إلى هذا الشهر اسمه الكريم، شهر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شهر الله المحرم. مفيش تشريف أعظم لشهر الله المحرم إنه ينسب رب هذا الشهر إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الشهر ده له فضائل عظيمة جدا. دليل آخر من السنة حديث حسنه أو صححه الإمام السيوطي، قال إن سيدنا عبد الله بن عباس قال: من صام يوما صيام يوم من شهر الله المحرم يعدل 30 يوما. بمعنى إن أنت لو صمت يوم واحد من شهر الله المحرم كأنك صمت شهر صفر كله يعدل. ويقوي هذا الحديث ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: صيامه يوم محرم صيام يوم من محرم يعدل 30 يوما، وصيام يوم من رمضان يعدل 30 يوما من محرم، لأن الفريضة لا يعدلها شيء. طيب، في بقى أحاديث رواها بعض العلماء فيها ضعف لكن لها شواهد والثواب فيها عظيم جدا، من أراد أن يأخذ بها فنعم الثواب، ومن أرى ما لم يرد فهو حر، لكنه سيخسر ثوابا عظيما لإن صحت هذه الأحاديث. وهنقول الدلالات اللي تقوي هذه الأحاديث أو تقوي أو استئناسا. أولا، روي هذا الإمام هذا الحديث روي بأكثر من رواية، رواه الإمام رواه ابن شاهين في الترغيب، وراه ابن عساكر في التاريخ، وراه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، وراه أيضا الإمام الغزالي أو أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء الدين: من صام 3 أيام من شهر حرام، الخميس والجمعة والسبت، كتبت له بها عبادة 700 عام. خلي بالكم، 700 عام كتبت له بها عبادة 700 عام. هذا الحديث له رواية أيضا، رواه الإمام الطبراني وراه ابن شاهين في رواية ب 900 عام، وفي رواية رواها الإمام أبو حامد الغزالي: من صام 3 أيام من شهر حرام أو من شهر الله المحرم، في رواية كتب الله له اللي هم الخميس والجمعة والسبت، كتب الله له بكل يوم 900 سنة عبادة بكل يوم. هناك روايات أخرى 700، احنا قلنا 700 سنة، وفي رواية 900 سنة، وفي رواية 60 سنة أو 60 عام، وأقل رواية سنتين. أقل رواية سنتين. طيب، أولاً
جمهور العلماء قالوا الحديث الضعيف معمول به في فضائل الأعمال، وأيضا هناك أحاديث، وأيضا في الأحكام الفقهية عند عدم وجود نص صحيح يعتمد عليه، فيلتجئ العلماء إلى الحديث الضعيف فيقدمونه على مصادر التشريع. لذلك الإمام أحمد كان يقول: إذا جاءنا الحديث الضعيف في فضائل الأعمال تسهلنا، وإذا جاءنا في الأحكام تشددنا. وقول تشددنا ليس معناه رفض الحديث، كثير جدا من الأحكام الفقهية مبنية على أحاديث ضعيفة، وأنا ضربت أمثلة في دروس سابقة كثيرة عن أحاديث ضعيفة كثيرة جدا بنيت عليها أحكام في أحكام فقهية في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. يعني حول مثالين بس دلوقتي: حديث الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره ما لم يخالطه شيء من جنسه فغير من لونه او طعمه او رائحته، هذا حديث ضعيف. الجزء الاخير متفق على ضعفه، مع ذلك اخذ به العلماء في مساله هامه جدا في احكام الطهاره. بمعنى الانسان اذا توضأ او اغتسل بماء تغير لونه او طعمه او رائحته، ماء صابون لم يطهر، لو انسان على جنابه وجلس ملأ مختصا من الماء ماء وحوله لصابون وجلس فيه هو على جنابه لم يطهر ابدا. حديث لا تمس المرأة الحائض القرآن ولا تقرأ منه شيئا، هذا حديث ضعيف، مع ذلك أخذ به كثير من العلماء في تحريم إن المرأة الحائض تمس القرآن وتقرأ منه شيء. أنا بدرك على سبيل الأمثلة، لكن هناك يعني لو ضربت أمثلة هتكلم في أحاديث ضعيفة كثيرة جدا جدا لا تحصى، بنت عليها أحكام في منتهى الأهمية. ذلك إمام أحمد بن حنبل بنى أحكام فقهية كثيرة على أحاديث ضعيفة. الإمام مالك في كتابه الموطأ بنى أحاديث أحكام كثيرة على حديث ضعيف، لأن أنت ما عندكش حديث صحيح ومحتاج ومضطر إن أنت تجتهد. الحديث اللي أنا بقول لكم دوت ضعيف لأن فيه واحد اسمه مسلمة سمع من سيدنا أنس بن مالك، لكن هو معروف عن مسلمة ده إنه مضطرب الحديث، يعني بيزود ينقص مضطرب الحديث، وفي واحد تاني مجهول في الحديث السند. لكن رواه الإمام الطبراني وهو عالم من أعلام الحديث في كتابه في معجمه الأوسط برواية 700 عام، رواه الإمام أبو حامد الغزالي، ورواه ابن شاهين في الترغيب، ورواه ابن عساكر في التاريخ بروايات مختلفة. لحد درجة الرواية اللي فيها في الإمام أبو حامد الغزالي قال كل واحد بيسمع من الحديث يقول: ثم أذني إن لم أكن سمعت من رسول الله كذا كذا كذا، إن صيام 3 أيام من الشهر الحرام كل يوم 900 سنة عام عبادة. طيب دي ايه بقى الشواهد اللي بتقوي هذا الحديث او تجعلنا نأخذ بإذن الله بهذا الحديث؟ اولا الصيام صواب عظيم جدا في غير الاشهر الحرم، فما منكم بقى بالاشهر الحرم؟ احد الصحابة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال له: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، ما فيش حاجة زيه في الثواب ده في غير الأشهر الحرم. حديث تاني: جاء رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما يعني ما لك، ما الذي غيرك؟ لقد كنت حسن الهيئة. قال له: ما أكلت منذ جئتك من عام، يعني بقى لي سنة بس بصوم كل يوم ما بفطرش. فقال له: عذبت نفسك، صوم شهر الصبر اللي هو شهر رمضان وصوم يوما من كل شهر. فقال له: زدني في النبي قوة. فقال له: صوم يومين. قال له: زدني في النبي قوة. قال له: صوم 3 أيام. قال له: زدني في النبي قوة. قال له: شوف رسول الله قال له ايه. قال له: خذ من الحرم واترك، خذ من الحرم واترك 3 أيام، يعني صوم 3 أيام وافطر 3 أيام، صوم 3 أيام وافطر 3 أيام. يبقى إذا التلاتة فيها سر. الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: صوم 3 وافطر 3. واحنا في الحديث اللي احنا قلناه لو في روايه، في كل الروايات اللي هو صيام الخميس والجمعه والسبت و700 عام عباده، يبقى اذا الثلاث ايام دي لها مدلول في الحديث اللي احنا قلناه ده. الشاهد بعد كده ان يوم الخميس ويوم الجمعه لهم فضل عظيم في السنه. يوم الخميس تفتح فيه الجنه وترفع فيه الاجر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوم الاثنين والخميس تفتح فيه الجنان تزينا للصائمين وترفع فيه الاعمال الى الله، ترفع فيه الاعمال الى الله، فالاعمال الاسبوعيه. فيوم الخميس يوم مبارك، ده مش كده وبس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح
احتجبوا على بركة الله يوم الخميس. بإذن الجنائم بتفتح يوم الخميس، الأعمال بترفع يوم الخميس. طبعا يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وفيه ساعة إجابة لا يوفق عبد مسلم لا يسأل الله سبحانه وتعالى من خيرات الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما يريد. فيبقى ده يقوي إن صيام الخميس والجمعة والسبت 3 أيام دول في أشهر الحرم لها فضل عظيم. طيب مدلول شاهد تاني، في شاهد تاني الحديث الذي صححه ابن خزيمة، اللي من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة، كانت له بعد العبادة 12 سنة، بيكتب لك عبادة 12 سنة، ودي صلاة الأوابين اللي هي 6 ركعات بين المغرب والعشاء. وقوى هذه السنة الشافعية والحنابلة في كتبهم، وجاء في كتب مراقي الفلاح عن الإمام القرطبي وابن كثير وغيرهم، جاءت آثار انحسان في ندب 6 ركعات بين المغرب والعشاء، والتي تسمى صلاة الأوابين. والإمام الشوكاني أجمل كل هذه الأحاديث، وقال إن كثرة الأحاديث التي جاءت في سنية هذه الصلاة وفي عظمة هذه السنة تقوي بعضها بعض. جاء مرفوعا عن عبد الله بن عمر إن من صلى 4 بعد المغرب لم يتكلم بينهن رفعت له في عليين، وكان كمن أدرك ليلة القدر في مسجد الأقصى، يعني كأنه أحيا ليلة القدر في المسجد الأقصى، وكانت أفضل عند الله من قيام نصف الليل. طبعا ال4 ركعات دول حط عليهم ركعتين السنة الثابتة، اللي هي السنة الثابتة بعد المغرب، اللي هي السنة المؤكدة، يبقى كده 6. طب إذا كان 6 ركعات لهم هذا الفضل العظيم بين المغرب والعشاء، لهم هذا الفضل العظيم، طبعا لها فضائل مناقب عظيمة كثيرة جدا، اللي يحب يرجع لها ليس وقت متسع للقيام. يبقى معنى ان انت في 5 دقائق 6 ركعات دول ممكن واحد يصليهم في 6 دقائق او 7 دقائق او 10 دقائق، بيحصل ثواب 12 سنه عباده. يبقى لما اصوم 3 ايام وفي الاشهر الحرم وامتنع عن الطعام 16 ساعه 3 ايام، هل استكسى على رب العالمين سبحانه وتعالى ان يعطيني ثواب 700 سنه عباده؟ اذا كان لما بصلي 6 ركعات بين المغرب والعشاء بيتحط لي 12 سنه عباده. يبقى لما اصوم 3 ايام في الاشهر الحرم وامتنع عن الطعام 16 ساعه، ما ناخدش الثواب ده بلاش. شاهد اخر من السنه في الفضل بتاع يوم الجمعه، والحديث صحيح ايضا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الترمذي، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودهن من طيب اهله ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت ولم يلغ، كان له بكل خطوه يخطوها الى المسجد اجر قيام سنه وصيامها، كان له بكل خطوه يخطوها اجر قيام سنه وصيامها. معنى ان انت لو اغتسلت وبكرت، والتبكير اهم، ورحت للجامع، واهم حاجه تمشي وما تركبش، لك بكل خطوه تخطوها اجر قيام سنه وصيامها. ده الفضل العظيم عشان بتاع يوم الجمعه. يعني بمعنى، عشان لك انا اقول، قلت للناس قبل ذلك ما تصليش في الجامعه اللي جنب بيتك يوم الجمعه، امشي لابعد مسجد، امشي نص ساعه، لو مشيت نص ساعه هتمشي 1000 خطوه، يبقى بكل خطوه قيام سنه وصيامها، يعني هتحصل 1000 سنه قيام و1000 سنه صيام. طب اذا كان انا في يوم الجمعه اللي هو ذكر في الاحاديث دي، حديث الصيام، صيام الخميس والجمعه والسبت، ربنا بيديني في نص ساعه مشي يوم الجمعه، لو انا مشيت 1000 خطوه هاخد 1000 سنه قيام و1000 سنه صيام، يعني كاني عشت 1000 سنه، صمت 1000 سنه وقمت الليل كله في 1000 سنه. يبقى استكسر على رب العالمين سبحانه وتعالى انه يديني 700 سنه عباده لو انا صمت 3 سنين 3 ايام اللي هم خميس وجمعه وسبت. ده في روايه ب 900 سنه، وفي روايه كل يوم ب 900 سنه، واقل روايه خالص 2 سنين، لكن احنا نحتسب على الله سبحانه وتعالى الثواب العظيم. طيب في شواهد تانية تقوي، في شواهد تانية الفضل العظيم اللي شهر الله المحرم نفسه، الاحداث اللي حصلت فيه. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة، كان يصوم يوم عاشوراء وهو في مكة، وكان يطلب، وكان يعني، وبعض الآثار قالت أنه كان فرضا قبل فرض شهر رمضان، وعندما جاء إلى المدينة وفرض شهر رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء سنة. ويوم عاشوراء اللي هو العاشر من المحرم ده له فضل، أولا قيل أنه يوم الزينة الذي اختصم فيه سيدنا موسى عليه السلام إلى الصحراء في يوم وانتصر عليهم في هذا اليوم. ده أول حاجة. الحاجة الثانية، لما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اليهود لو هم بيصوموا، قال لهم أنتوا بتصوموا ليه؟
قالوا هذا يوم نعظمه، نجى الله فيه موسى من فرعون وأغرق فرعون، وكان موسى يصومه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، ولئن عشت إلى قابل أصومن التاسع والعاشر. يبقى ده يوم كان اليوم اللي نصر فيه كما جاءت الآثار سيدنا موسى على الفراعنه على الصحراء، وأسلم فيه الصحراء، وأسلم فيه أيضا الصحراء، وده اليوم أيضا اللي ربنا نجى فيه موسى من فرعون وغرق فرعون وأغرق فرعون. ده مش كده وبس، ده سيدنا موسى عليه السلام كان بيصومه، وجاء في الأثر أن الأنبياء كلهم كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن صمت الى قابل العام صمنا التاسع والعاشر. زي العلماء قالوا كمال الصيام التاسع والعاشر 11 3 ايام. طيب، ايضا جاء في الاثر ان سيدنا نوح استوت سفينته على الجودي، جبل الجودي اللي هو في الموصل في العراق، يوم العاشر من محرم. ده مش كده هو بس، ده يقال ان سيدنا موسى عليه السلام لما أتم ربنا سبحانه وتعالى كان 30 يوم وكان صايم. 30 يوم دول كان صايمهم، كان سيدنا موسى عليه السلام كان في ذو الحجة، كان المفروض ميقات ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى كان آخر ذي الحجة. فسيدنا موسى عشان كان صايم كان يعني كانت رائحة بقه تغيرت، فاستحيا أن يقابل رب العالمين سبحانه وتعالى وهو بهذه الرائحة، فاستاك فزالت الرائحة. فقالت له الملائكة إن الله تعالى يعني كان يشم منك هذه الريح من فمك، وكانت عند الله سبحانه وتعالى أطيب من المسك، فصم العشر من المحرم فتم ميقات ربه 40 يوما. فكانت مقابلة رب العالمين سبحانه وتعالى في نهاية العشر المحرم يوم عاشوراء، اللي هو عشر محرم اللي ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى فيه ونزلت عليه التوراة الألواح في يوم العاشر. ذلك العشرة دول أو المحرم، حتى جاءت بعض الآثار إن أفضل 13 في السنة هي أفضل العشر الأخيرة أو العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان، العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم. حتى بعض المفسرين قالوا والليالي العشر، قال العشر الأول من المحرم، لكن الصحيح إنه العشر الأول من ذي الحجة. أيضا تاب الله سبحانه وتعالى على قوم على بني اسرائيل في هذه العشر. اوحى الله سبحانه وتعالى الى موسى ان استغفروا الله وتوبوا الى الله في هذه العشر يتوب عليكم. ويؤكد قوي هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه عندما سال الصحابي قال له: هذا شهر تاب الله سبحانه وتعالى فيه على قوم ويتوب الله على اقوام. ده مش كده وبس، ده رؤيه في قول الله سبحانه وتعالى والفجر وليان عشر، ان المقصود هنا بالفجر هو الفجر الاول من محرم، الفجر الاول من شهر الله المحرم اللي منه تنفجر كل السنه. كل هذه الاثار بتبين لنا الفضل العظيم لشهر الله المحرم، ولسيدنا عبد الله بن عباس قال ان يوم واحد يعادل 30 يوم. لكن عندنا احاديث تقول ان صيام الثلاث ايام دول بثواب 700 سنة عبادة، وفي رواية 900 سنة عبادة، وفي رواية كل واحد منها 900 سنة، وفي رواية 60 سنة، وأقل رواية خالص سنتين. طبعا الإمام الطبراني عندما يذكرها في كتابه لو هو عارف أن الحديث مكذوب أو لا يعمل به ما كانش ذكر الحديث ده في كتابه. فكل هذا يجعلنا استئناسا نأخذ هذه الحديث. لذلك اللي يكون قادر على الصيام في شهر الله المحرم ما يصومش هيخسر خسارة فادحة جدا في الثواب يوم القيامة، سيندم عليه أشد الندم. فأنت قادر على الصيام، لماذا لا تصوم؟ فياريت كل اللي يسمعني دلوقتي يصوم، صم الخميس والجمعة والسبت عملا بهذه الأحاديث، إذا اقتنعت بما أقول. إذا لم تقتنع فهذا شأنك وأنت حر طبعا، لكن ما حدش يكتب لي تحت الفيديو يا شيخ الحديث ضعيف. الحديث ضعيفة لكن ما هي الشديد الضعف، ولها شواهد زي ما احنا قلنا دلوقتي تقويها كثيرا. ف
ودي من فضائل الأعمال، أردت أن تأخذ بهذه الأحاديث لعل الله سبحانه وتعالى، لعل هذا الثواب يكون صحيحا، فنعم، وهتحصل ثواب عظيم إن شاء الله جدا. لأن يعني تصور لما يوضع في ميزانك، شوف بقى لما تصوم خميس وجمعة وسبت، بلاش الأربع أسابيع، حتى أسبوعين بس، ويتحط لك 1500 سنة عبادة. يعني ايه الثواب الافضل من كده؟ ده طبعا غير ان ربنا سبحانه وتعالى يباعد بكل يوم كما جاء في الحديث الصحيح عن وجه النار عن وجهك 70 خريف. ده غير ان الصوامين القوامين يصلوا الى الفردوس الاعلى، غير نواقب كثيره جدا. يعني كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ف يا ريت كنا نحاول نحيي هذه السنه، ونقسم الصيام في شهر الله المحرم. اكسر ان استطعت ان تصوم، صم خميس وجمعه وسبت. يعني انا عندما اطلعت على هذه الاحاديث خلصت النيه واحتسبت الاجر وصمت الخميس والجمعه والسبت، وساظل ان شاء الله افعل ذلك هذه السنه لعلي احصل هذا الثواب العظيم. لان لو كان الثواب ده عظيم، لو كان الثواب ده صحيح، لو كان الثواب ده صحيح قد روي جاء في الاثر ان الصحابه والتابعين كثير منهم كانوا يصوموا شهر محرم كله. يعني الامام حسن البصري، الامام حسن البصري، عبد الله بن عمر، اسامه بن زيد، كانوا يصومون الاشهر الحرم. بعضهم كانوا يصوموا الاشهر الحرم جميعا. انا ما بقولكش تعملوا كده، بس على الاقل صوم 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 خميس وجمعه وسبت، اسكت رد تحصل هذا الثواب العظيم. تصور لو هذا الصواب صحيح، وهتاخد بكل 3 ايام 700 سنه عباده، او 900 سنه عباده، او الروايه اللي رواها الامام ابو حامد الغزالي في احياء في كتاب احياء في كتابه بكل يوم 900 سنه بكل يوم. وانا هكتب لكم الاحاديث دي كلها تحت الفيديو عشان يحب يطلع عليها، في الوصف بتاع الفيديو. فمن اراد ان ياخذ بهذه الاحاديث فليأخذ، ومن يعني ولا مش مقتنع ما فيش مشاكل. بس ما حدش بقى يكتب لي ده ضعيف ولا مش ضعيف، مش ضعيف مش عاجبك ما تعملش بيه. انا هكتب لكم الكلام ده كله تحت فيديو انسخوه وانشروه، ونشر هذا العلم بالكتاب العظيم، من علم علما فالاجر عن يوم القيامه. لاكم ذلك من بين شيء تشوش، تفعيل الجرس واشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وتساعدون على شر السنه. قولوا قولا استغفر الله لي.